خالد من بغداد. يا الو، اهلا السلام عليكم. وسهلا اخ خالد، حياك الله. اهلا بيك، تفضل اخ خالد. والله يعني اليوم موضوعكم موضوع الدولار. نعم. بصراحة هو يعني ارتفاع البضائع، يعني اكو بها بضائع يعني مو يعني شلون اقول يعني مبالغ فيها، يعني ما تتناسب ويا سعر والزيادة اللي صارت بالدولار. نعم يعني احنا بلد زراعة، عندنا زراعة، نعم فهي البوتيتا ب 1000 والطماطم 500 تصير، وتصير ب 750 وده تنباع بالدينار العراقي. والسيارات الحكومه اذا تاخذ اذا تعطي للشركات وده تجيب سيارات بسعر ال 132. يعني ارتفاع الدولار مساله تضارب يعني التجار، مساله التجار يعني ما يعني مبالغ يعني في يعني الموضوع. التجار هم دا يساهمون بهذا هاي الأزمة، طبعا لان هم بيستغلون هاي الازمه ودي يرفعون يعني الأسعار. اي طيب يعني ما هو التاجر هسه من تجي السئله راح يقول لك اني هم اخسر، اني عندي ايجار وعندي ضرائب وعندي غيره، فاني اضطر ارفع السعر، فاللي يوقع بها المواطن الفقير. طيب انت لا تشوف. لا نعم. إيه لا لا يعني هي الحكومه اذا تطي يعني اذا تطي يا التجار تعالوا اكم هاي فلوس بسعر البنك. انا قبل يعني هاي يعني الله شاهد قبل 3 ايام اشتريت نعم غساله. نعم الغساله اشتريتها قال لي سعر الصرف بالدينار العراقي سعر على 132. اروح انا مواطن، يا هذا هم من خلال برنامجكم توعيه للمواطنين نعم انه لا يروحون يشترون من دولة التجار الجشعين، يروحون بالدينار العراقي لشركات رصينه تاخذ الدولار على 132 ويروحون يشترون. اشتريت الغساله، انا عديل اشترى غساله اشتراها بالتقسيط صارت عليه ب 800، وانا اشتريتها الغساله ب 580 ال جي 9 كيلو، وذاك اشترى 8 كيلو اغلى من عندي. فهذا الفرق، هو الفرق بثقافه المواطن. المواطن لا تضربه يعني فوبيا الدولار، لا يضحكون عليكم التجار الصغار، والله الدولار صاعد. هو يبيع محصول محلي ما له علاقه بالدولار، لان احنا ما عندنا تصدير حتى هو يصعد وينقاس على سعر الدولار. فهذا الموضوع. فالطماطم بوتيتا خيار هذا إن كل المحصول الداخل الموجود عندنا، اما الباقي المستورد على مستوى البضائع والسيارات الحكومه مسهله للتجار الكبار وتقول لهم ماكو دولار، وهم هم مساهمه من هذول التجار الكبار والله يجزاهم خير يساعدون الناس فيساهمون برفع شو عقوبات من الـ يعني والله الـ الامريكان. أخ خالد، أنت اليوم ذكرت نقطة مهمة جدا لتوعية المواطن حول جشاعة بعض التجار باستغلال هذه الأزمة. فاليوم نعم. المواطن الفقير أو اللي ممكن تكون ثقافته محدودة ما يعرف شلون ممكن التاجر ده يستغله، أو شنو البضائع اللي ما تجي عليها هذه الضرائب، أو ممكن يعني هي بعيدة عن هذه الأزمة. فاليوم هذه النقطة أنت عرجت عليها كلش مهمة. أكيد أنا أشكرك جدا أخ خالد، ما أعرف إذا تحب تضيف شيء آخر. شكرا. نعم. نشكركم، يعني احنا انتم هم تساهمون بتوعية الناس وتحلون مشاكل، احنا وهذا نشكركم. برنامج كلش مهم، أكيد. وشكرا لإتاحة الفرصة. شكرا لك أخ خالد.